الرحيم. نكمل إن شاء الله الجزء الثاني من الفصل الثالث أو الأسبوع الثالث في مساق الإنجليزية لأعمال واحد. كنا نتحدث في المرة الماضية عن الإدارة والمنظمات. Okay, we were talking about management and organizations. حكينا إيش يعني الإدارة، إيش الدور بتقوم فيه، حكينا عن المدراء وأنواعهم، حكينا عن الطبقات الإدارية وهكذا، وأخذنا بعض التمرين. الآن نكمل إن شاء الله، في عنا قطعة عن أهمية الإدارة، تمام؟ عن الإدارة في حياة. Okay, so management in our lives، الإدارة في حياتنا. It's أو in simple words، في يعني بكلمات بسيطة يعني باختصار، management means managing an activity، الإدارة تعني إدارة نشاط، managing العملية، عملية إدارة للنشاط. Okay, in simple words، بكلمات بسيطة بتعبير بسيط، management means managing an activity، تعني إدارة نشاط. When we talk of managing an activity، عندما نتحدث عن إدارة نشاط، we really mean to make the activity a success. يعني عندما نتحدث عن إدارة نشاط، نحن نعني حقا جعل النشاط نجاحا أو نصنع منه نجاح، يعني النشاط لازم يكون ناجح، تمام؟ We really mean to make the activity a success. Success نجاح، successful نجاح، to make it successful or to make it a success أو نجعله نجاحا، تمام؟ لما نحكي إدارة مشروع أو إدارة نشاط، يعني نعمل من هذا النشاط شيء ناجح، مش نفشل فيه. في هذه الحالة بنكونش قدرنا، بنكون تخبيص زي ما بيقولوا. In order, in other words، بكلمات أخرى بمعنى آخر، أوكي، تعبير آخر. In other words، in simple words، باختصار ببساطة. In other words، بمعنى آخر، we have in mind some goal. Some goal يعني في عنا هدف محدد في عقولنا، تمام؟ In some in other words we have in mind some goal، يعني في عقلنا، في ذهننا، in mind we have in mind، يعني في مخك في شغله، some goal في هدف في مخنا. And we decide about the ways of carrying out the activity so as to achieve the goal، في ذهننا هدف، ونحن نقرر حول طرق تنفيذ carrying out، قلنا قبل شوي the activity تنفيذ النشاط، so as بحيث to achieve the goal، بحيث ننفذ أو بحيث نحقق هذا الهدف، تمام؟ يعني بكلمات أخرى أو بعبارة أخرى، في ذهننا هدف، ونحن نقرر حول الطرق لتنفيذ النشاط من أجل تحقيق هذا الهدف، بحيث يتحقق هذا الهدف، تمام؟ هذا بخصوص الإدارة. For example، هي عنا مثال، consider a situation، خذ على سبيل المثال أو يعني خذ مثالا وضع معين أو حالة معينة، تمام؟ situation وضع حالة. When a person goes for shopping، لما في واحد، لما شخص يروح للتسوق، لما عندما يذهب شخص ما للتسوق، his primary aim is to buy what he requires at a reasonable price. عندما يذهب شخص ما للتسوق، his primary aim لي objective goal، تمام؟ end goal purpose الغرض أو الهدف الأساسي، تمام؟ His primary aim، هدفه الأساسي، primary الرئيسي، is to buy what he requires، هو شراء ما يتطلبه أو ما يحتاجه، requires needs، okay، at a reasonable price، at a price يعني بسعر، at a reasonable price، reasonable معقول، تمام؟ reason عقل منطق، reasonable معقول. So when a person goes for shopping، his primary aim is to buy what he requires at a reasonable price. المثال، أعطانا مثال حالة، عندما يذهب شخص للتسوق، فإن هدفه الرئيسي يكون، أو هدفه الأساسي خلينا نقول، هو شراء ما يحتاجه بأسعار معقولة. أوكي؟ He has a number of questions in his mind، في مخه أو في ذهنه عدة أسئلة، عدد من الأسئلة في ذهنه، تمام؟ لديه عدة أسئلة في ذهنه. In his mind he has a number of questions، في عنده أسئلة. مثلا، What should he buy؟ ماذا يجب عليه أن يشتري؟ ماذا ينبغي عليه أن يشتري؟ What should he buy؟ إيش ممكن يشتري؟ From where to buy؟ من أين يشتري؟ How will he reach there؟ كيف سيصل إلى هناك؟ reach يصل، كيف سيصل إلى هناك؟ يعني المكان اللي يشتري منه. From where؟ من وين؟ من غزة، من شجاعية، من رفح، من برا. How will he reach there؟ كيف سيصل إلى هناك؟ Will he be able to come back at the right time؟ هل سيكون قادرا على العودة، come back at the right time، في الوقت المناسب، في الوقت الصحيح، and so on، وهكذا. في عنده عدة أسئلة في مخه، هو عنده، شوف، نشاط بسيط، an activity، يعني a simple activity، له شراء،
تمام؟ شراء حاجياتك. بدك تفكر طبعا الهدف تبعك انه انت تشتري بسعر معقول. في عندك اسئله كثيره بدك تجاوب عليها. ايش حتشتري؟ من وين حتشتري؟ متى حتشتري؟ كيف حتصل للمكان؟ تمام؟ كل هذه الاسئله لازم تجاوب عليها، تمام؟ To make this shopping a success. To make this shopping a success او to make this shopping a successful عشان تخلي هذا التسوق نجاح او تجعله ناجحا. He should think of these questions in advance. يجب عليه اللي هو الشخص this person who goes for shopping. He should think of these questions in advance. يجب أن يفكر في هذه الأسئلة سلفا in advance. In advance سلفا يعني قبل ما يروح يشتري يفكر في هذه الأسئلة. هو عمليا بفكر كيف يدير العملية، تمام؟ فكل حياتنا إدارة. Okay. Management is important in our lives. Okay. We have to manage our life. You have to manage. We have to manage every activity in our life. بدنا نخططها، بدنا نراقب عليها، بدنا ننسقها، بدنا نرتبها، بدنا ننظمها، بدنا نتنبأ. كل هذه الأنشطة إدارة. حتى في الشغلات البسيطة يعني we have this situation with this with sample this sample okay this example okay which is buying something or doing shopping okay going shopping. طيب الآن ممكن نسأل السؤال بطريقة يعني أكثر وضوحا. Why is management important? Why is management important? ليش الإدارة مهمة؟ أوكي؟ طبعا أنا اقتبست لكم من كتاب يعني عدة نقاط، يعني الهدف من أن نتعرف على المصطلحات زي ما قلنا، وأن كنتوا عارفين أنتوا ليش مهمة الإدارة. So it helps in achieving group goals. It helps in. It helps to achieve برضو بنفع. It helps in بس بيجي بعدها اسم جيرانت. يعني شخصية جيرانت كاسم يعني. It helps in achieving group goals. تساعد هذه الإدارة في تحقيق الأهداف الجماعية أو أهداف المجموعة. Group goals أهداف المجموعة، أهداف المجموعة، أهداف الكل يعني. تمام؟ ليش أو كيف؟ فينا تفاصيل. It arranges the factors of production. Arrange يرتب، ينظم، ينسق. تمام؟ It arranges the factors of production. عوامل الإنتاج. ترتب عوامل الإنتاج. عناصر الإنتاج. اي شيء اي نشاط بده انتاج فيه المدخلات، فيه عوامل، في الوقت، في الفلوس، في الارض، في الماكينات، في البشر. كل العوامل الانتاج مين بيرتبها؟ الاداره. It arranges the factors of production, assembles and organizes the resources. تجمع وتنظم الموارد. assembly تجميع. assemble يجمع. organize ينظم. It assembles and organizes the resources. It integrates the resources in effective manner to achieve goals. Integrates بتدمج، بتضم، بتجمع مع بعضها. The resources بتجمع هذه أو بتدمج هذه الموارد in effective manner بطريقة فعالة. manner okay way effective manner بطريقة فعالة to achieve goals لتحقيق الهدف. okay it directs group efforts. توجه direct فعل يوجه، نقول director موجه direction اتجاه. It directs group efforts. توجه الجهود الجماعية أو جهود المجموعة. effort جهود. efforts جهود. towards ناحية أو اتجاه. achievement of predetermined goals. توجه جهود المجموعة نحو تحقيق أهداف محددة سلفا. predetermined تم تحديدها قبل ذلك. مش بدنا ندور مش عارفين حالنا ورايحين. في أهداف محددة سلفا فالإدارة بتوجه الجهود نحو تحقيق هذه الأهداف. هذا الكلام كله عارفينه بالعربي، لكن الكلمات بنحاول إحنا نفهمها بالإنجليزي. Factors of production عناصر الإنتاج، عوامل الإنتاج. Arrange يرتب. Arrangement ترتيب. Assemble يجمع. Assembly تجميع. Organize organizes ينظم. Integrate يدمج. Integration دمج، تكامل. تمام؟ تعمل تكامل. resources موارد effective manner بطريقة فعالة زي ما قلنا قبل شوية. to achieve goals achieve أو accomplish أو realize بالأحرى achieve يحقق. تمام. direct الفعل direct معناته يوجه. direction توجيه أو directing التوجيه. group efforts جهود المجموعة. towards اتجاه. achievement هي زي achieve. achievement الاسم منها التحقيق. of predetermined goals. pre دائما نقول هذه سابقة معناتها قبل. تمام. precedent pre prehistoric predetermined
اوكي بري قبل بري ديتيرمينت جولز ديتيرمين محدد ديتيرمينيشن تحديد اوكي جولز الاهداف هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اوبتيمم يوتيلايزيشن اوف ريسورسز اوبتيمم الامثل او مثالي زي اوبتمايز بس هي كلمه لاتينيه معناتها الاوبتيمم زي ماكسيمم يعني افضل وضع مثالي يوتيلايزيشن اوف ريسورسز يوتيلايز زي يوز يوتيلايزيشن استخدام استخدام الامثل للموارد اوبتيمم يوتيلايزيشن اوف ريسورسز برضه هذا من 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 فوائد الاداره من اهميتها واي مانجمنت از امبورتنت او واي از مانجمنت امبورتنت اوكي بيكوز ات الاوز اوبتيمم يوتيلايزيشن اوف ريسورسز اوكي management utilizes all the physical and the human resources productively management الإدارة تستخدم utilizes all the physical and the human resources productively physical مادي شيء له علاقة بالمادة تمام ملموس physical حديد ماكينات أراضي and the human بشري resources productively هذه adverb معناتها بشكل إنتاجي بشكل منتج يعني في إنتاجية عالية كويس تمام احنا ممكن ننتج اي حاجه بس بدون انتاجيه انتاجيه ضعيفه او بدون انتاجيه productively يعني بشكل فيه انتاجيه بشكل منتج تمام تصف عمليه الاستخدام تمام الاداره تستخدم الموارد الماديه والبشريه بشكل انتاجي في انتاجيه this leads to efficacy in management الان مصطلح efficacy بديش اخش في التفاصيل بس efficacy بيجي احيانا معناته efficiency وبيجي احيانا معناته effectiveness تمام حسب الاستخدام اللغوي بس احنا في الاداره بنستخدم efficiency و effectiveness وكل واحد لها معنى محدد efficacy بتميل اكثر للefficiency لكن ممكن احيانا تفهم على انها effectiveness تمام يعني مش دقيقه كمصطلح اداري so لكن في المجمل هي معناتها اداره وكفاءه وفعاليه this leads to efficacy in management تمام ذلك يؤدي الى كفاءه في الاداره So management provides maximum utilization. هنا نقول optimum وأنا maximum تقريبا نفس الشيء بس optimum تحكي الأفضل سواء كان أقل أو أكثر بس maximum تحكي الأعظم الأعلى تمام. Management provides تقدم تعطي maximum utilization of scarce resources. بتعطي أو بتمنح استخدام الأعظم والأفضل للموارد النادرة scarce resources scarcity. مبدأ السكيرسيتي في الاقتصاد أساسي الندرة النسبية relative scarcity scarcity يعني نادر فالإدارة بتسمح لنا الاستخدام الأعظم أو الأفضل تعظيم استخدام الموارد النادرة كيف by selecting its best possible alternate use by selecting من خلال انتقاء أو اختيار selection اختيار انتقاء selecting اختيار أو انتقاء its best possible alternate use من خلال استخدام أفضل استخدام بديل ممكن لهذه الموارد in industry from out various uses في الصناعة طبعا أي كانت مجالها from out من يعني various uses في عنا أكثر من استخدام various متنوع في عنا استخدامات متنوعة الإدارة تستخدم الموارد في أفضل استخدام بديل ممكن من هذه الاستخدامات المتنوعة alternate ممكن alternate يعني بديل تمام alternate يعني ممكن هان ممكن هان ففي عنا أكثر من use في عنا we have many uses okay many utilizations many forms of utilization many uses في عندنا استخدامات متعددة لأن الموارد محدودة استخدمها في ايش عندي مثلا بشر على 5 ساعات عمل او 5000 ساعة عمل استخدم في الصناعة ولا في الزراعة ولا في الحرس ولا في الامن ولا في تصميم لأن الإدارة هي اللي بتحدد وين استخدمها بالضبط عشان استخدمها افضل استخدام ممكن بعظم القيمة بعظم الاستخدام الفائدة من خلال استخدامها في افضل بديل ممكن اوكي So management provides maximum utilization of scarce resources by selecting its best possible alternate use in industry from out of various uses. في عندنا استخدامات كثيرة ممكنة بنتقي منها أفضل استخدام ممكن وبالتالي أنا بعمل optimum utilization of resources أفضل أو أفضل استخدام للموارد. Okay. طيب في عندنا كمان أمثلة أخرى أو إجابات أخرى على هذا السؤال Why is management important؟ طبعاً قد تتقاطع هذه الأسئلة في يعني تقاطع بينها الأجوبة لكن في النهاية إحنا بدنا نحاول نقودها على انفراد Reduces costs الإدارة تقلل التكاليف Reduce جمع reduction Reduce الفعل reduce يقلص يقلل Cost التكلفة تقليل التكاليف أوكي كيف؟ It gets maximum results
through minimum input، تحصل على أعلى نتائج من خلال أقل مدخلات efficiency. Okay. كيف؟ By proper planning and by using minimum input and getting maximum output. طبعا الكلام بده تفصيل، لكن هو نتيجة حتمية اللي خدناها قبل شوية. It gets maximum results through minimum input، بتخليك تحصل على أقصى نتائج ممكنة من خلال أقل مدخلات. minimum maximum، maximum الحد الأقصى، minimum الحد الأدنى. By proper، proper مناسب، نظيف، كويس، تمام، مناسب، ملائم. By proper planning، من خلال تخطيط مناسب. And by using، ومن خلال استخدام minimum input، أقل قدر من المدخلات. And getting maximum output، والحصول على maximum output، أكبر أقصى قدر من المخرجات. تمام؟ هذه النقطة الثالثة في الإجابة على سؤال why is management important. طيب في كمان إجابة، establishes equilibrium. equilibrium اللي هي التوازن، كنا خدته في الاقتصاد الجزئي والكلي، في حاجة اسمها equilibrium، market equilibrium، الرمز لها بالإي، لتوازن السوق. establish يؤسس، يعمل، ماشي، يصنع. establishes establish مؤسسة، establishment. okay. establish يؤسس، يعد. establishes equilibrium يعني تؤسس للتوازن أو تعمل توازن، تصنع التوازن. مين؟ الإدارة. كيف؟ it enables the organization to survive in changing environment، تسمح للمنظمة بالبقاء والنجاة في البيئات المتغيرة. البيئة المتغيرة تتغير، الظروف تتغير، التكنولوجيا تتغير، الناس بتغير، والشروط تتغير. هي بتسمح، enable الإدارة تسمح للمنظمة إنها تبقى على قيد الحياة، تنجو في ظل هذا التغير. okay. so it enables the organization to survive in changing environment. changing environment تتغير البيئة، البيئة المتغيرة. enable تجعله ممكنا، تمام، تسمح للمنظمة to survive، كلنا survive، survival البقاء والنجاة، survive ينجو أو يبقى على قيد الحياة بعد مشكلة، بعد تغيير، بعد أزمة، بعد إعصار، بظل ناجي بقول عنه survival هي البقاء. it keeps in touch with the changing environment. it keeps in touch بتخليك على تواصل، keep in touch بتضلك على تواصل، على تماس، with changing environment مع البيئة المتغيرة. كل هذا من الإدارة، بتخليك تنجو من التغيرات، أو تخليك تنجو أو تبقى على قيد الحياة بعد برغم التغيرات اللي بيصير في البيئة، تسمح لك أنك تكون على تماس مع هذه التغيرات، تتواصل معها. it adapts organization to changing demand of market. خلينا نكمل بعدين. changing needs of societies، ثنتين طبعا، حالتين. it adapts، adapt هي يكيف معنى يؤقلم، adaptation التأقلم، تكييف التكيف، adaptation adapt يكيف. it adapts الإدارة، it adapts organization تكيف المنظمة، to changing demand of market تكيفها أو تكيفها وتكليها تتلائم مع طلب السوق المتغير. السوق متغير، طلب تبع سواء في الكمية أو في النوعية أو في السعر أو في أي شيء. or طبعا هذا سلاش يعني نوع ثاني أو تكملة. changing needs of societies تغير حاجات المجتمعات. طبعا هذه بدها تفسير، لكن الحاجات ممكن تتغير أو ممكن الرغبات تتغير بالأحرى في التسويق، لكن في النهاية management allows organizations to adapt their offer to adapt their products to the market and to the societies. تمام؟ needs حاجات المجتمعات بتتغير، demands of market طلب تبع السوق بتغير، فالإدارة بتسمح للمنظمة أنها تتأقلم تتكيف مع هذا التغيير. so it makes it establishes equilibrium. it is responsible for growth and survival of organizations. الإدارة مسؤولة عن، يعني بشكل إيجابي، of growth and survival of organizations، مسؤولة عن نمو وبقاء المنظمات، survival نجاة المنظمات. تمام؟ كلمات سهلة، reduce reduction reduce يقلص، cost تكاليف، maximum حد الأقصى، results النتائج، through من خلال، minimum الحد الأدنى، input مدخلات، proper مناسب ملائم، planning التخطيط، using استخدام، minimum الحد الأدنى، input مدخلات، maximum الحد الأقصى، output مخرجات، establish اللي هو الفعل يؤسس، equilibrium توازن، enable يمكن، survive يبقى على قيد الحياة، changing environment اللي هي البيئة المتغيرة، keep in touch يبقى على تواصل مع وتماس مع، adapt يكيف، adaptation تكييف أو الملائمة، adaptable adapting
هتاخدوها كلها هذه changing demand الطلب المتغير في market، market السوق طبعا كلكم عارفينها، changing needs الحاجات المتغيرة societies، society معناتها مجتمع طبعا إلها معنى ثاني شركة لكنها مقصود فيها مجتمع. okay responsible for مسؤول عن growth، growth اللي النمو، grow ينمو، growth النمو، survival اللي من survive اللي البقاء. تمام. طيب ظل واحدة أخيرة من الإجابات، why is management important؟ so it is essential for prosperity of the society. essential، essential يعني أساسي، عزم نسمع حين يقولوا essence، essenceات، essence اللي هو الزيت العطري الأساس تبع، بسموه زيوت أساسية، essence اللي هي الجوهر أو الأساس، نقول essential يعني أساسي يعني مهم جدا، يعني بدونه ما ينفعش الشيء. okay يعني قلب أو جوهر الشيء بسموه essential، it's the core، okay it's very important، it's fundamental أساسي جوهري. تمام. essential for prosperity، prosperity يعني ازدهار، نمو وتطور ازدهار، prosperity. تمام. It's essential for prosperity of the society. يعني الإدارة management is essential for prosperity of the society. Prosperity اللي هي ازدهار المجتمع. Prosperity of the society. إذن الإدارة أساسية لازدهار المجتمعات. Okay. كيف؟ فسر لنا الكاتب. Efficient management الإدارة الكفؤة اللي فيها كفاءة تتمتع بكفاءة leads to better economical production which helps in turn to increase the welfare of people. خلينا نترجم الكلمات، في كلمات جديدة. efficient management الإدارة الكفؤة leads to lead leader قائد lead to يؤدي إلى، فالإدارة الكفؤة تؤدي إلى better أفضل economical، economical قلنا economy يعني اقتصاد، economic اقتصادي، economical برضو معناتها اقتصادي، بس في فرق بين economical economist economic، economic معناتها اقتصادي له علاقة بالاقتصاد، economist اقتصادي بمعنى رجل الاقتصاد عالم الاقتصاد، economical معناتها اقتصادي بمعنى موفر. تمام. اقتصادي بمعنى موفر، يعني السيارة بقول this car is economical يعني بتوفر بنزين، this production is economical معناته في efficiency في الانتاج، بستهلكش كثير مواد. لكن لما نقول this is we live an economic crisis، احنا بنعيش أزمة اقتصادية. What is the economic situation in Palestine؟ ايش الوضع الاقتصادي في فلسطين؟ نحكيش انه موفر ولا مش موفر، نقول economic situation يعني الوضع الاقتصادي. لما نقول economist he is an economist هو اقتصادي، يعني بيشتغل في الاقتصاد او مؤرخ اقتصادي او باحث اقتصادي او عالم اقتصاد. اوكي economic economist economical، احنا بنحكي economical بمعنى موفر. اوكي efficient management leads to better economical production، تؤدي الى اقتصاد، الى انتاج اكثر اقتصاديه يعني موفر اكثر توفيرا، which helps in turn والذي بدوره يساعد، in turn بدوره يعني بدوره، هذا كلام اقتصاد الانتاج الاقتصادي، helps to increase the welfare of people، يساعد في زيادة increase the welfare، welfare يعني الرفاه، رفاهية of people. تمام. الإدارة الكفؤة بتؤدي إلى إنتاج أكثر اقتصادية أكثر توفيرا، وهذا الاقتصاد أكثر توفيرا بدوره intern إيش بيساوي increase أو helps to increase، بيساعد في زيادة welfare اللي هو الرفاهية of people تبعت الشعب. okay efficient، efficient كفؤ lead to يؤدي إلى economical موفر أو اقتصادي، helps in turn يساعد بدوره، increase عكسها decrease، increase معناتها زيادة أو معناتها يزيد يرفع، increase عكسها decrease لتحت. تمام. increase لفوق decrease لتحت. the welfare، welfare اللي رفاهية، رفاهية الشعب أو رفاهية مستوى الرفاهية of people. okay good management الإدارة الجيدة makes a difficult task easier، good management الإدارة الجيدة هنقول efficient management هنقول good management نفس المعنى تقريبا هان في هذا السياق، good management makes a difficult task easier، good management الإدارة الجيدة تجعل المهمة الصعبة أسهل. okay good management makes a difficult task easier، لاحظ التركيب اللغوي makes something easier، makes something more difficult، makes something harder، makes something beautiful، makes something cheaper، تجعل شيء ما أقوى، تجعل شيء ما أضعف، تجعله جميلة، تجعله بشعة، تجعله رخيصة. تمام. make إيش بدك إياه مثلا، هو قال لك إيش أنا makes a difficult task something، تبع بدلنا بإيش difficult task، makes something easier. okay
يعني تجعل difficult task اللي مو من الصعبة difficult task، تاسك يعني مثلا إنتاج، تصميم، تخطيط، إنشاء مشروع، هاي تاسك مهمة، تمام، مهمة، تجعلها easier اللي هي comparative easy easier، تجعلها أسهل. أسهل من إيش؟ أسهل من أول أو أسهل بدون إدارة، تمام. الإدارة الجيدة تجعل المهمات الصعبة والمهام الصعبة أسهل. كيف؟ by avoiding، من خلال تجنب، avoid يتجنب، avoiding تجنب، تفادي، by avoiding wastage of scarce resources، wastage تبذير أو إهدار، scarce resources، scarce خدنا قبل شوي اللي هي نادر، الموارد النادرة. إذا الإدارة الجيدة تجعل المهام الصعبة أسهل من خلال تفادي التبذير أو إهدار الموارد النادرة. تعمل مشروع بكلف مثلا بده موارد كذا كذا كذا، إذا أنت بتديره صح بتخليه يكلفك أقل، بالتالي أنت جعلته أسهل. بدل ما يكلفك 10 مليون دولار بكلفك 5، بدل ما يكلفك 100 دونم بكلفك 30 أو 70، بدل ما يكلفك عمل 60 ألف ساعة عمل بكلفك 75 45 ألف ساعة عمل، تمام؟ أنت بتحاول تتفادى التبذير لأنك بتشتغل بدون تخطيط أو كذا. So it improves standard of living it improves يحسن، تمام، enhance standard of living مستوى المعيشة، standard معناتها معيار أو مستوى، تمام، living اللي هي الحياة أو المعيشة. إذا it's essential for prosperity of the society، أساسي ومهم بالنسبة لازدهار البلد أو المجتمع. ليش؟ لأنه الإدارة الكفؤة بتؤدي إلى إنتاج موفر، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في رفاهية الشعب. الإدارة الجيدة تجعل المهام الصعبة أسهل من خلال تجنب أو تفادي التبذير أو الإهدار في الموارد النادرة، وهي تحسن مستوى المعيشة، أو هي بالتالي تحسن مستوى المعيشة. improves يعني improves الاسم منها improvement standard of living، تمام؟ طيب هذه كلها إيجابيات الإدارة للي مش عارفها. خلينا نحل أسئلة بسيطة هذه قبل ما نخلص. So we have true or false questions. Okay، محلولة للأسف الشديد، نسيت أشيل. Management is not essential for the prosperity of the society. Management is not essential for the proper the prosperity of one of the society. الإدارة ليست is not essential، ليست أساسية بالنسبة لازدهار المجتمعات. طبعا الإجابة خطأ، نحن قلنا هي أساسية. It is essential. أقول لك صحيح، بقول لي it is essential. تشيل هذه تصير صح الجملة. Management helps in achieving group goals. الإدارة تساعد في تحقيق الأهداف الجماعية. طبعا yes، الإجابة it's true، لأنها بتحقق فعلا الأهداف الجماعية أو تساعد في تحقيق الأهداف الجماعية. Management usually leads to an increase in the costs of production. انتبه، increase يزيد، بس يزيد إيش؟ Management usually عادة، هذه adverb، leads to، تؤدي إلى an increase in the costs of production، تؤدي إلى زيادة في the costs of، تكاليف الإنتاج، the cost of production. هل الإدارة تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج؟ طبعا الإجابة خطأ، قلنا هي it makes أو it helps production to be economical، موفر، يعني it helps to أو it leads to decrease the costs of production، أو it leads to an decrease to a decrease in the cost of production، تمام؟ هذه الإجابة خاطئة. Management converts disorganized resources of men, machines, money, etc. into useful enterprise. جملة خارج النص لكن معناها واضح. Management converts. Convert يحول. شيء بيكون شيء تحوله لشيء ثاني، تغير شكله، تمام؟ Disorganized resources. Organized، organized ينظم، organized منظم، disorganized غير منظم، تمام؟ الإدارة تحول الأشياء، طبعا disorganized resources الموارد غير المنظمة، في عندنا موارد غير منظمة، الإدارة بتحول هذه الموارد غير المنظمة into، خلينا نشيل التفاصيل بعدين، into useful enterprise إلى مشروع مفيد، useful مفيد، enterprise مشروع، مبادرة، شركة، تمام؟ So management converts disorganized resources of men, machines, money, etc. تمام؟ من اللي هي الناس، البشر، humans، human resources،
ماشينز اللي هي كابيتال ماشينز ماني للمصاري اتسيترا، طبعا على سبيل المثال هذا بدل فاصله يعني، وهكذا انتو يوزفول انتربرايز الى مشروع مفيد. سو مانجمنت كونفرتس كونفرجن التحول، حتى لما واحد تحول من دون نقول كونفرتد اه تحول، تحول شيء لشيء بتغير شكله بتحوله. سو مانجمنت كونفرتس ذوس ديس اورجانايزد ريسورسز اوف مين ماشينز ماني اتسيترا انتو يوزفول انتربرايز. الاداره بتحول الموارد غير المنظمه للناس البشر الماكينات كذا الى شركه منظمه او شركه فيها فائده او مفيده. طبعا الاجابه صح، هي الهدف الاساسي على فكره. يعني في حد بيسموه 4 M's في الاداره، الامات الخمسه اللي هي من ماشينز ماني اند مانجمنت، وفي بحطوا خمسه هو مش مشكله ماشي. مانجمنت ادابتس اورجانيزيشنز تو تشينجينج نيدز اوف سوسايتيز، الاداره تؤقلم او تكيف المنظمات مع الحاجات المتغيره للمجتمعات. مانجمنت ادابتس اورجانيزيشنز تو تشينجينج نيدز اوف سوسايتيز، طبعا الاجابه صح. تمام، يعني بتهيالي كلها سهل المصطلحات، يعني احنا نحاول نراجع ان شاء الله، في عندكم حيكون كويز وحنحاول نراجع مع بعض وان شاء الله يعني المصطلحات تتكرر، بالتالي مش حتكون صعبه بالمره ان شاء الله انكم تحفظوها.